وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج نور وأعلام. هند بنت أمية أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي ابنة عم خالد بن الوليد وابنة عم أبو جهل. هذه المرأة التي تزوجت من أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. دخلت في الإسلام هي مع زوجها أبو سلمة مبكرا في مكة المكرمة، واشتد عليهم البلاء، ثم هاجروا مع من هاجر إلى الحبشة. ولدت هناك بسلمة في أرض الحبشة. ثم بعد ذلك عندما سمعوا بالإشاعة بأن أهل مكة يعني أمرهم قد حصل له ما حصل من الإسلام والإيمان، رجع بعض الصحابة ورجعوا معهم، ولكن تفاجأوا بأن الخبر إنما هي من الإشاعات. لما عزم أبو سلمة وأم سلمة على الهجرة للمدينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوكلوا على الله وأخذوا متاعهم، انطلقوا من مكة متوجهين إلى المدينة. تعرض بنو أبو سلمة وبنو أم سلمة إليهما في الطريق، فهؤلاء أخذوا أبو سلمة، وهؤلاء أخذوا ابنهم، وهؤلاء أخذوا أم سلمة، وتفرقت العائلة ولم يتم يعني أو تتم رحلة الهجرة إلى المدينة المنورة. سنة كاملة أبو سلمة في المدينة، وابنه سلمة عند بنيه، وأم سلمة عند أهلها في مكة المكرمة. حتى رق القلب على أم سلمة من البكاء والحزن، فطلبوا من أهلها أن يأذنوا لها بالرحيل، فأذنوا لها. فلما سمع أهل أبو سلمة بذلك أرجعوا لها ابنها سلمة، فأخذت راحلة وانطلقت لوحدها حتى وصلت إلى التنعيم، والتقت بأحد الكرام وهو عثمان بن طلح، والذي تفاجأ بأنها لوحدها في الطريق. فقالت: أريد أن أذهب إلى المدينة. قال: من معك؟ قالت: معي الله ثم ابني هذا. فأخذها وأخذ بخطام راحلتها ومشى معها في الطريق إلى أن أوصلها إلى المدينة المنورة. كانت أم سلمة تحفظ له ذلك بأنه رجل عفيف وقد عمل معها واجب لا تنساه أبدا، فما تعرض لها برؤية ولا بكلمة ولا نطق معها بشيء إلى أن أوصلها إلى دارها في المدينة المنورة. فالتأمت حال الأسرة مرة أخرى هناك، وولدت أم سلمة لأبو سلمة عمر وزينب وذرة، وعاش حياة كريمة إلى أن توفى الله عز وجل أبو سلمة بمرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقول هذا الدعاء يوم موته: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول: ومن هو خير من أبي سلمة؟ أستكمل لكم قصة أم سلمة ولكن بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. من هو خير من أبي سلمة؟ خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتزوج بها. فقالت: يا رسول الله، إني ذات أبناء وإني امرأة غيور. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبناؤك فأرعاهم،
وأما غيرتك فأسأل الله عز وجل أن يخففها عنك، فتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الحسيبة النسيبة الجميلة ذات الولد وذات الدين، عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت بما هو واجب عليها اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنها رزقت الحكمة، فاستشارها النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف وأشارت عليه بالخير، وتحقق ما أشارت به في صلح الحديبية، وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم العمرة ومنع كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من العمرة، فكاتب النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في الصلح المعروف، فأراد من الصحابة أن يحلوا الإحرام، ما رضوا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتراجع، فدخل إلى خيمته فقالت أم سلم: يا رسول الله، اخرج إلى القوم وانحر هديك واحلل إحرامك واحلق رأسك وسترى القوم. فعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أشارت إليه، فكان الأمر كما قالت، واتبع الناس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، كانت حكيمة وكانت ذا عقل راجح. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 370 حديثا، وهذا علم عظيم وغزير، وقد استفادت الأمة من هذه الأحاديث التي روتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. عاشت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الخلفاء الأربعة إلى زمن الخليفة الخامس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وعندما حدثت حادثة مقتل الحسين أصابها حزن شديد، وكانت تحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتحب أصباط أو سبطي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فازداد مرضها واشتد ألمها إلى أن توفاها الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة، وقد بلغت من العمر 90 عاما، وكان موتها في عام 61 للهجرة، فصلي عليها رضي الله عنها وأرضاها، ودفنت في المدينة المنورة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مقبرة البقيع. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت نموذجا للمرأة الصالحة، للمرأة الصابرة، للمرأة المحتسبة، وقد عاشت أحداث كثيرة من الآلام والأوجاع والفتن والمصائب، ولكن كان صبرها بالله عز وجل وإيمانها هو الذي قادها لأن تكون امرأة عظيمة، حتى كانت أما للمؤمنين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، فأصبحت نموذجا رائعا لكل مؤمنة تريد يعني الخير لنفسها في الدنيا وتريد أن تصل إلى النعيم في الآخرة. فعليكم بهذه السيرة العطرة، وألقاكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريحانة نديا عبيرها تجدى، ولوحة بهيا وصيتها تردى، في السيرة الزكية للمصطفى محمد، وقدوة البرية لنرتقي ونسعد، دروسها رضية بفعله المسدد، من ربنا عطية رسولنا المؤيد.